الإخوة الكرام، سلام الله عليكم. محمد البوداري كيحييكم وكيرحب بكم في حلقة جديدة من نشرة الأخبار الساخنة. الفضايح ديال الرشوة ما بغاش تحيد من البلاد، ولا لاهي ولا منتهي، والناس اللي ولفوا الحرام والله ما بغاو يتفكوا معه، رغم هادشي كله اللي كيشوفوا من اعتقالات ومتابعات قضائية للعديد من الفاسدين والمرتشين من مختلف القطاعات. خبر اليوم كيتعلق بجريمة رشوة مع حالة تلبس، الضحية ديالها مخازني والبطل ديالها مخازني أيضا، يعني بجوج الراشي والمرتش كيشتغلوا بجوج في جهاز القوات المساعدة. واحد من المخازنية خدام مع صاحبه ما عليه ما بيه، غير كيتشكى قال ليه راني طبت وعييت من هاد المسافات البعيدة اللي كنقطع، أنا ملاوح بعيد على العائلة ديالي وعلى مكان السكن ديال الأسرة، وتعذبت بزاف وما لقيتش شي حل، وياريت كون لقيت لي توسط ليا ويشوف ليا شي حل مع هاد الناس مع الإدارة المركزية ديالو، لعل وعسى تاخذ قرار بالتقرير ديال تاخذ في حقه شي قرار يقربو من السكن الأصلي ديالو. هنا العنصر الآخر ديال القوات المساعدة قال لي كاين الحل، ولكن خاص قد وقد، خاصك الفلوس يا ولد عمي إلا بغيتي تقرب للسكن ديالك. هادشي جاري به العمل، وكاين ضابط كبير مسؤول في الجهاز هو اللي كيتكلف بهاد الأمور، وإلا بغيتي أنا غادي نكون مجرد واسطة خير ندخل لك معاه الرغبة ونشوف شحال غيطلب، وإلا وافق غادي تجيب ديك البركة، وكون متأكد بأنه غادي يدخل لك باش تنقل للمدينة ديالك وما غاديش تبقى عايش مكرفص في هاد المدينة البعيدة. هنا العنصر ديال القوات المساعدة، وعلى ما كيبان من ملف القضية ما بغاش يعطي الرشوة وما بغاش يسقول، وربما شاف بأن من حقه يستافد من التنقيل في إطار القانون وماشي عن طريق الرشوة. وهنا كنحييوه وكنقول ليه برافو عليك، هكذا يكون النزهة وإلا فلا. هذا السيد نسق مع الزميل ديالو في المهنة، يعني عنصر القوات المساعدة اللي كيشتغل معاه في نفس الإدارة، وقال لي أنا مستعد نجيب الفلوس ونعطي داك الشيء اللي طلبته منه غير بشرط يكون هذا الشيء مضمون. وفي نفس الوقت قرر باش يخطط ليه ويوجه ليه ضربة من تحت الحزام، ضربة قاضية جدا. فالعنصر ديال القوات المساعدة ربط الاتصال كأي مواطن عادي بالرقم الأخضر اللي حطته رئاسة النيابة العامة للتبليغ على جرائم الفساد والمرتشين والفاسدين، وهكذا نسقوا معاه كيف كيديروا في جميع الملفات، واتصلوا به من النيابة العامة ديال المحكمة الابتدائية ديال المدينة اللي هو فيها، وقالوا ليه وجد الفلوس اديها لهذاك الزميل ديالك وحنا راه غادي نضبطوه متلبس ونطبقوا معاه القانون بحالو بحال ايها المرتشين. وهذا الشيء اللي وقع بالضبط في هذه النازله، السيد نسق مع الزميل ديالو، دار معاه الوقت وعيط ليه في التليفون من مقر الشرطه او الدرك الملكي، قال لي ما كاين في غنتلاقاو هاد الساعه، اجي عندي وجيب ديك البركه وانا غادي نتكلف ونوصلها حتى للسيد المسؤول. وبمجرد ما حط ليه ديك البركه في يده حتى كيتفاجئ بالعناصر كتطوق وكتلقى عليه القبض وكدير ليه الميروط في يديه، هزوه مباشره للمخفر ديال الابحاث وداروا رهن تدبير الحراسه النظريه بتعليمات من وكيل الملك. وما اكتفاوش عند هذا الحد، بالعكس مشاو جابوا حتى هذاك المسؤول الكبير واللي هو ضابط في القوات المساعده، وفتحوا معاه بحث وداروا ليه محضر حتى هو، قالوا ليه هذا السيد راه كان كيهضر باسمك، واش عندك معاه شي علاقه اولا؟ الا كان شي حاجه غير عشارف لينا راه ما عندك في غتفلت. ولكن السيد يعني المسؤول الكبير قام تشبث بالانكار ومصر على البراءه ديالو وعدم وجود اي علاقه ليه مع هذا العنصر ديال القوات المساعده، قال لهم هذا السيد كان غير كيتبزنس باسمي وكينصب على الناس، وانا ما عندي حتى شي علاقه بهذا الملف وما كنعرف حتى شي واحد في الاداره الكبيره. وهنا عناصر الضابطه القضائيه لقاو راسهم مضطرين باش يدونوا هذه المعلومات المعطيات باش يدونوا هاد التصريحات في المحاضر الرسميه ديال الشرطه القضائيه، وكل شيء تقدم عند وكيل الملك. المخازني يعني العنصر الصغير قرروا باش يهبطوه، يعني داروا ليه الاعتقال وصيفطوه للحبس، في حين ان الضابط الكبير ما لقاو عليه حتى شي حجه او دليل وما تشدش متلبس وما كانش نهائيا فعيل المكان. ولهذا السبب قرر وكيل الملك باش يعطيه الصراح طلق وصيفطوه بحاله، والقفه كلها تقلبات على المخازني اللي كان كيهضر باسم هذا الضابط وكيقول بان عنده علاقه معاه وبانه قادر يوصل ليه فليسات باش يدخل للزميل ديالو وينقلو من المدينه اللي كيشتغل فيها الى مدينه اخرى. الخبر كيقول بان وكيل الملك بالمحكمه الابتدائيه ديال مدينه الدريوش قرر باش يتابع هذا العنصر ديال جهاز القوات المساعده في حاله اعتقال، وامر بالايداع ديالو في السجن المحلي بمنطقه سلوان على خلفيه تورطه في قضيه التلبس بالارتشاء. هادشي كيجي من بعد ما قامت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمضار بالاستماع الى المتهم يوم الجمعه الاخير
وايضا الى مسؤول امني رفيع المستوى في جهاز القوات المساعده لذكرات الاسم ديالو. فيما تم وضع عنصر اخر رهن تدبير الحراسه النظريه، يعني ربما جوج في القضيه. المصادر كتقول بان المسؤول الامني الرفيع وهو ضابط في القوات المساعده تم الاستماع في محضر رسمي من طرف الدرك قبل ما يتم اخلاء السبيل ديالو، من بعد انكاره جمله وتفصيلا علاقته بمجموعه من الشبهات واللي كانت كتحوم حوله، فيما تقرر اعتقال من ذكره بالاسم. المتهم الاساسي تم ضبطه متلبسا بتلقي الرشوه كما قلنا من زميله في العمل مقابل التوسط له لدى مسؤوله الكبير من اجل استفادته من الانتقال الى مركز اخر باقليم دريوش. وربط الضحيه الاتصال بالرقم الاخضر لرئاسه النيابه العامه وقرر التبليغ عن قضيه الرشوه هذه، حيث امرت النيابه العامه عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بنصب الكمين للمخازني المذكور والذي اعتقل وهو يتسلم من المشهد مبلغا ماليا مقابل التوسط له لدى المسؤول الرفيع لتنقيبه. وفي اطار تقديم المعلومه القانونيه للكل، فالمشرع المغربي نص على عقوبه الرشوه اذا ما توفرت عناصرها او توافرت بعقوبات اصليه واخرى اضافيه. فبالنسبه الى العقوبه الاصليه للرشوه فهي التي نص عليها المشرع في المادة 248 من القانون الجنائي، والذي أكد فيه على أن عقوبة الرشوة في المغرب على الفرد الذي يعتبر مرتكبا للجريمة بالسجن من 2 إلى 5 وبغرامة من 2000 درهم إلى 50,000 درهم من قبل أو من قبل أو وافق على عرض أو وعد أو منحة أو هدية أو أي فائدة أخرى. وبالنسبة إلى العقوبة الجنائية فقد أكد المشرع أو أوضح في النص المذكور عليها في المادة 252 من القانون الجنائي، والتي يكون الهدف فيها من الرشوة قيامه بعمل رشوة وتكون جناية في الواقع. ويقول المشرع في القانون الجنائي بأنه إذا كان الغاية من الرشوة أو استغلال السلطات هو القيام بفعل يكون جناية في القانون، فإن عقوبة الرشوة المنصوص عليها لتلك الجناية تطبق على من قام بالرشوة أو استغل السلطة. وكمثال على ذلك، اتفاق مسبق مع فرد آخر على تزوير محضر رسمي مقابل أن يأخذ هذا الشخص رشوة، فإن المتفقين يعاقبان بعقوبة الرشوة في المغرب، وهي عقوبة جنائية وتشمل السجن المؤبد سواء ارتكبت جريمة التزوير أم لا، ولا يعاقبان بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 248 من القانون الجنائي، لأن الرشوة وإن كانت في الأساس جنحة إلا أن الهدف منها هو ارتكاب جناية، لكن في اعتقادي ونظري وهذا مؤكد وثابت ولا خلاف حوله، فالمتهم إن ثبتت في حقه جريمة الرشوة وهي ثابتة بحكم التلبس فسيعاقب بالعقوبة المشار إليها أعلاه، وهي الحبس من 2 إلى 5 سنوات وبغرامة من 2000 درهم إلى 50,000 درهم. وللقاضي واسع النظر في الاختيار ما بين العقوبتين المذكورتين. تحياتي لكم جميعا، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو تعميما للفائدة والمعلومة القانونية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى خبر آخر بإذن المولى عز وجل.